السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة ديالي وديالكم. ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في صحة وعافية. اليوم راني شاطرة، راني بالخف درت لكم فيديو. شوفوا في الحقيقة هذا كنت مصورته قبل تاع عاشوراء، نظرا للظروف اللي مرت بها كما قلت لكم تاع الحرائق وكامل ما قدرتش نحط لا فيديو. راح ندير لكم فيديو وين رحت، البلاصه اللي رحت ليها بين قوسين، على بالي دوكا تقولوا لي ما كانش البحر وراهم غالقين وانت كيفاش رحتي وكذا وكذا. حبيت نبين لكم باللي السكان اللي عندهم الديار تاعهم جوست قدام البحر يحبطوا في الدرج يلقاو البحر، هذوك ما يقدروش ما يمنعوهم. حنا صاحب خويا سلف له الدار هذه، هما مداري يكروهم في الصيف للناس وكامل، سلفها له. رحنا جوزنا تما 5 ايام، يعني كتر خيره جوزنا 5 ايام. وحبيت نشارككم وش وجدت الصوالح اللي وجدناهم وش من بلاصه اكزاكت رحنا لهنا. كنت وجدت شويه تاع الغريبيه بالنسبه للبنات اللي راهم انتيغيسي على الوصفه وقالوا لي بزاف ديريها هنا. انا صورتها على جالكم ودرتها على جالكم في الفيديوهات السابقه، راح نحط لكم الوصفه. شوفوا جات الدوب في الفم وكانت عندي شويه تاع حلوى الطابع، وزادت ماما دات الحلوى تانيت هنا. يعني هذا النهار الاخر اللي كنت حنجوزو في داري كان خلاص لي كلش، سبحان الله حاجه ما قعدت لي الزيت، خلاص لي كل حاجه خلاصت. راح راجلي قضى لي شويه قضيان، جاب لي شويه خبز شويه زيت، جاب لي تانيت المعدنوس باش ندير الحشا، قلت له جيب لي شويه تاع فيونداجي فتاتا برك كيما على بالكم كلش ولا غالي، جاب لي شويه تاع فيونداجي. ديسيديت ندير هذوك دي بولات بالحميصه ولي فريت شغل هكا صوص بلانش بالمعدنوس. اذا هذا هو الحشا ديالي تاع نهار اليوم، ونشارك معكم واش يعني كما قلت لكم بلاصه اللي رحنا ليها. يعني الفيديو ان شاء الله يعجبكم تاع اليوم. وهنايا مع الصباح كينط، يعني كنت لافي وجدت كامل دوزاني دوزان ولادي صوالح تاع البحر، تفهمت انا وماما. هي قالت لي نجيب عفايس وانا قلت لها صوالح اللي ما تقدرش هي تجيبهم انا نجيبهم، كيما المري تاع المعارك الباراسول الكراسة تاع البحر وكامل انا اللي جبتهم. هنا مع الصباح درت فنجان قهوه، الله الله نط بكري اليوم، احنا ننسى كي الشمو رحت الهم لا تنوضوا بكري. كما قلت لكم شربت قهوتي تاع الصباح بهذوك الحبيبات تاع الحلوه للغريبيه وحلوه الطابع. كاش نهار اللي حبيتو نديرها لكم، حبيت نوريكم هاد الجلابه اللي كتب بزاف سقسيتوني عليها في لي كومونتير، قلت لي وريها لنا عيلي كيفاش جايه بزاف شابه، خيطتها لي ماما بالك كاش النهار نشيلها القماش تخيط لي واحده اخرى هكا باش تصورها لكم. هنا كما على بالكم راني خارجه، راني رايحه للبحر، يعني راح نكومبيو واحد 5 ايام هكذاك. راح انا دوكا راني رايحه مع ولادي وماما تجي مع خاوتي ونتلاقاو في الطريق ان شاء الله. هنا هذه هي الجلابه كما تشوفوا فيها، درتها لي ماما شويه عريضه عليا هاي ليك، وجايه سامبل انا حبيتها سامبل، فيها القلمونه تاعها من اللور، فيها ديك الشرشوبه مي طيروها لي ولادي شدوها نحاوها، جايه لاكولور تاعها بزاف شابه هاي ليك. ودرت لها غالون في الموتارد، حبيت ندير لها كفولاغ تاع هادو ما تاع بيزو بيزو في الموتارد، مي والله ما خرجت ما كفانيش الوقت، درت لها هكا في الباج هذا ما كان هاي لي كيفاش جايه. وهذيك الشلقه تاع تحت ما حبيتش نحلها بزاف باش ما نبانش كي نلبسها كا اون روب قصيره ولا ما نبانش عريانه من التحت، هاي لي كيفاش جايه. هنا جاتني شويه عريضه بزاف، انا نحبهم شويه مزيرين ما نحبهمش عريض بزاف هاي ليك. ولا هنا راني وجدت كامل هذوك الدوزان هامليك، راهو راجلي بدا يحبط فيهم دوك نوري لكم. قعدوا غير حاجات خفاف، هنا قعدت الكابه تاعي باسكو كل واحد كيما وريت لكم جوج دوزان كيفاش سقمتهم. هنايا هاد القفه درت فيها كامل شويه صوالح كانوا عندي، وهنا هذيك الحلوه اللي ديتها معايا ماشي بزاف يعني غير شويه، هاد الغريبيه هاي ليك وشويه تاع الطابع. وهنا هاد الحوايج قعدوا لي مشمخين درتهم لهنا باش ينشفوا، وديت براس تاع القهوه هاديه باسكو نحب نشرب القهوه في الطريق انا وراجلي. فوالا هنايا هاي ليك الكابه تاعي. ولا هنا خملت كلش، خليت المطبخ ديالي نقي هاوليك. هنا كانت راحت لي العين سي بور سا كوم تشوفوا في البيادن، كي تشوفوا البيادن عرفوا ما عنديش الماء. هنا نقيت كامل كوزينتي خملتها، دخلت الباسينات، دخلت كامل حوايج لي في البالكوني نخليهم في البالكون. هنا تانيت الكراسة، هادو مصوالح كامل دخلتهم، الغرف كامل خملتهم غلقت لهم لي بورت بالكون دوك نوري لكم.
هاد الشومبره تاع وليدي راني خملتها له وغلقتها، هذيك الشومبره تاعي دوك نكون خارجه باش نغلقها، وهنا الشومبره هذيك اللي خملتها معاكم هذيك الخضره هاي ليك رفدت هذاك لي ستور باش ما تدخليش الغبره من تحتها، هنا هرفدت هذوك لي بوف باش الدنيا ما تغبرليش، وهذا مكان انا هذاك الباس كسرته وانا جيت نفتح بفورسيتو تكسر لي، ومنها تانيت يعني وريت لكم غير حاجه خفيفه ما حبيتش نوري لكم كلش، سييت نخلي الماكسيموم من الحاله نقيه. هنا بالنسبه للشومبره ديالي دوك نخمل هادو ما لي تغابر قعدوا لي، هذا مكان وجد ساكي وجد كل حاجه هامليك. ومن بعد نتلاقاو ومن بعد في الطريق كي نكونوا رايحين نصور تاني معاكم هكذايا ندير لكم دي فيديو في الطريق نكونوا رايحين وكامل. ايا نتلاقاو ومن بعد. ولا هنا البنات كما راكم تشوفوا راني نستنى في راجلي حبط لهنا للسوبيرات يقضي هاي ليك، وانا راني قاعده مع وليدي هذا الصغنون هذا نستناو فيه. شوفوا نحاس باطو نحا كلش. كاكا واش راك دير؟ كاكا وين راهو بابا؟ وين راهو بابا؟ وين هنا البنات كما قلت لكم راني نستنى في راجلي دوك يقضي هكذا بعض صوالح يشري شويه فورمات شويه ياوخت للدراري وكامل. وماما لهنا هضرت معاها قالت لي رانا جايين رانا في الطريق باش نتلاقاو في مكان هكايا ونروحوا كيف كيف للمكان اللي راح نكومبيو فيه. البلاصه هذه وين جايه؟ جايه في ولايه تيبازا في البلج اكزاكتومون في البلج للناس اللي تعرف في البلج، وكي راح نشارك معكم الدار وش فيها وبالك تدوا افكار بالك تدوا المهم نشارك معكم كلش. ولا هنا وريت لكم كي كنا رايحين يعني في الطريق وريت لكم هكذا هكذا كي كنا في الطريق الهضره بدات تلف شغل. كما قلت لكم وريت لكم هكا حبيت نشارك معكم لقطه بلقطه حتى نلحق ان شاء الله. كما قلت لكم سبق في الفيديو يعني البلاصه شوفوا وليدي لهنا كسمع الغنى بدا يشطح. كما قلت لكم البلاصه اللي رحنا ليها اكزاكت في تيبازا ولايه تيبازا اكزاكت اكزاكت في البلج فوالا. رحنا دوزنا خمس ايام خاوتي ماما بنت خالتي، هذه بنت خالتي على باليكم تتسائلوا بالبزاف اشاك فيديو نحكي لكم عليها مي للان مازال ما حكيت لكمش عليها، ان شاء الله في الفيديوهات القادمه نحكي لكم هذه بنت خالتي علاش دائما تظهر في الفيديوهات. كانوا بزاف اخوات قالوا لي وقيل هذه بنت خالتك يا مرت خوك. لا لا ان شاء الله كاش غندير لكم فيديو مخصص ونقول لكم شكون بنت خالتي هذه، على بالي راكم على كل فوا تشوفوها في لي فيديو. هنا كي كنا رايحين شاركت معكم كما قلت لكم هكا مقتطفات في الطريق وحبيت نحكي معكم، على بالي كاين بزاف بزاف منكم ما راحوش للبحر هذا العام الله غالب نظرا كيما على بالكم للوباء اللي زاد كتر وكتر غلقوا كامل لي بلاج. دوكا لي بلاج اللي راهم يعوموا فيهم لي فيهم السكان يعني لي عنده كيما هذا صاحب خويا دارو جوست حطي في الدروس تلقاي البحر، مي ما حبيتش نصور وما حبيتش نوري باش هكذا ما يقولوليش راكي تحرضي باش يروحوا للبحر ويروحوا يعوموا، يعني درت لكم غير هكا. وانا ما نكذبش عليكم قلت اذا لا بلاج هذه لقيت فيها الغاشي والاكتظاظ تاع الناس امبوسيبل نقعد فيها، مي فينالمون والله ما فيها الغاشي غير السكان هذاك ما كان. ووليدي نهار كومبلي هو يبكي على البحر نروحوا للبحر نروحوا، قلت له هذا العام غير نسى حتى جات هذه الفرصه يعني سبحان الله. هنا بعد اللي لحقنا لهنايا لقيت ماما سبقتني يعني ماشي كما قلت لكم نتلاقاو صراخ بروبليم هكا هما فسبقونا ما حنا لحقناهم. كما قلت لكم لقيت ماما هي وبنت خالتي بداو يحطوا الخضره وحطوا كامل، ومن بعد انا درت التكتوكه ماما جابت الفخيتوز تاعها اللي بزاف هايله وتنفع. هنا تانيت ماما جات باش تسيق على بالكم لازم نجوزو على لابوسياغ وكامل. هنا كيما قلت لكم هذه الدار مداري كريوها للناس في الصيف كوم ما كاش الناس وبالك ما كانوش يروحوا ليها لقيناها معمره بالغبره يعني امبوسيبل نقعدوا في الدار هكا. انا في هاد الشومبرا اللي فيها البنك تاع دو بلاص ديتها انا وراجلي وولادي وهما داو في شنابر الاخرين. كما قلت لكم هنا فرجت يعني انا هادو لي دغا والاخرين كي يقدموا لي نخبيهم تكوتي كي تكون عندي خرجه ولا كيما هكا نروحو نكومبيو نديهم خليتهم كيما نقولوا هكا ابار.
ولا هنا طليت على ديك التيك توكا كي درتها بصل وطوماطيش والطرشي وديروها على نار ثقيله تجيب بزاف بنينه. ولا هنا حبيت نوري لكم برك مقتطفات البلاصه اللي كنا فيها، جايه بزاف كان فيها البحر اون فاس كما راكم تشوفوا البحر جوست حاطي في الدرج يجيك عند نيفك. ومعليش كما قلت لكم اللي ما راحوش للبحر هذا العام ان شاء الله العام الجاي نعيش وبرك، يعني اذا ما رحتوش للبحر ولا ما خرجتوش ماشي نهايه العالم، يعني انا لو كما جاتش الفرصه حتى لعندي، ويعني كما قلت لكم لو كان شفت هاد لا بلاج فيها الغاشي وفيها الاكتظاظ امبوسيبل راح نقعد فيها. لهنا كي طاب الفطور وجدنا ما تدخلعوش البيدون تاع الزيت لي تاغمو هذيك تاع الريحه المعطر تاع الجو نورمال باسكو كنا كيما على بالكم واحد كيكون مكومبيت كل حاله كاع مرونه كل حاجه وين مرميه، مي هذيك هي حلاوتها. بزاف علينا النظام في الدار كل حبناهم كل حاجه في بلاصتها. هنا بعد اللي فطرنا لبست لولادي، وليدي الكبير ها هو يلبس في هذيك الاخرى تاع البحر اللي يعوموا بها، وانا لبست مايو حجاب ديالي ولبست هذا الجيلي اللي جايه باج شابه. في الفيديو القادم نوريها لكم كيفاش دايره. هنا حبطنا عملنا شويه، انا نهار الاول ما عمتش باسكو كنت شويه عيانه ما قدرتش نعوم وخليت غير ولادي عامو. وهنا مع العشيه كي عاودنا طلعنا كما قلت لكم حطينا الحلويات، ماما كانت زادت خدمت لي مادلان. وهنا قالت لي فتحي لهم حبه باش يشوفوها، دارتو محشي بالمعجون، قالت لي اذا عجبتهم الوصفه نحطها لهم في فيديو كاش نهار يعني تعاود تخدموا وتصوروا لكم. ثاني تهايلك دوك نوريها لكم، جا بزاف شباب وشحال عجبني كي فتحت الحبه ولقيت فيها المعجون. اليوم الفيديو سمحوا لي راني نجري. شوفوا الشكل تاعو شحال جا شباب. اذا حبيتو قولوا لي، ديجا هي تقرا لي كومونتير اكيد، اذا عجبتكم الوصفه ديرها لكم ان شاء الله. وحطينا كانت ماما خبات شويه حلوه تاع العيد الكبير، هذاك المخبز وهذوك العرايش. كاين بزاف اللي قالوا لي ديرنا ماما كلا غوسات قبل ما تفتح القناه، ودوكا راهي فتحت تقدروا تروحوا ليها لقناتها وتقولوا لها دير لكم الحاجه اللي تحبوها. مي كيما قالت لي هي دوكا قالت لي انا ما نقدرش نعاود لهم دوكا المخبز والعرايش راني مقهومه. خلي حتى تروح شويه هذيك كيما نقولوا القهمه تاع الحلو كامل. لهنا عندي خويا، هذا خويا اكرم بيحبش كامل الحلو، وكان واحد المشتركه قالت لي في الفيديو السابق اللي هي مشتركه وفيه بالبزاف ونوجه لها تحيه، الكونت تاعها ولا الجيميل تاعها كما قلت لكم ولا الجيميل تاعها واسمو الاء نعمه اللي هي مشتركه وفيه، ما كاش فيديو ما تعلقش نوجه لك الف تحيه حبيبتي. كانت قالت لي يعني اول في الفيديو اللي فات قالت لي يعني فرحت كي سمعت اسماوات خاوتي وكامل، نقولها عادي راكم كيما يعني كاين صوالح نقدر نقولهم وكاين صوالح لا لا، وما تزعفوش مني كي تقصوني على حاجه ما نقدرش نجاوبكم. كما قلت لكم ان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاع اليوم، نقول لكم نحبكم بزاف بزاف بزاف، ونضرب لكم موعد تسناو الفيديوهات الجايه بزاف هايله كيما رانا بكومبي نوريكم واش طيبت واش حضرت وكامل. نقولكم تهلاو في روحكم بزاف بزاف بزاف، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.